شغال اهو اللي مش كويس يا عم انت هتستعبط. لا مش هينفع دي، اتوقع هنجيب دي كده. اتوقع غلط ده كله يا جماعه، هو التريلر. نو كتير مصورتش، تالي نسيت اصور ازاي يعني. ازيكم يا جماعه، ميني معاكم بيكم النهارده وجينا فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش لايك ولا تشترك في القناه وفعل الجرس يوصلكم كل شيء جديد. فيكم فيديو النهارده ان شاء الله تكون عندي. النهارده يا جماعه هنلعب لعبه سبايدر مان. وانا ليه قلتها سبايدر مان؟ سبايدر. من حوالي اسبوعين سالتكم على المنتدى بتاع اليوتيوب ان لعبه سبايدر مان مايلز موراليس نزلت الشهر ده. قلت لكم ابدا في مايلز موراليس على طول ولا اكمل سبايدر مان ريماستر اللي هي الاولى، والاغلبيه اختار ان احنا نكمل سبايدر مان ريماستر. بس عملت لايك، عملت اشتراك، خد ريحه. يا جماعه دخلنا اللعبه اهو، سبايدر مان راجل عكنبوت. خلونا نكمل، ليتس جو. والله يا جماعه انت انا متحمس، متحمس لدرجه ليتس جو. عايزين نكافح الجرائم اللي بتحصل في البلد يا ولاد لا لا يا 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 باولو، يا باولو، يا باولو، باولو ما انتش يا باولو. يلا يا جماعه خلونا نعمل مهمات. طبعا اللي مش فاهم يعني اشرح لكم على السريع كده ايه اللي حصل في الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات قبضنا على الراجل الاقرع التخين ده اللي كانوا بيألفوه مفتقه وهو صغير، حتى امه كانت بترضعه مفتقه. يعني مش عايزين نتكلم على الماضي. اخر الفيديو اللي فات كنت حاطط لكم موسيقى وحتى ما سمعتكمش المكالمه اللي كان بيكلمها سبايدر مان، فكان بيقول له اللي هو الدكتور بتاع الشغل اللي هو كلمنا في الاول، وسبايدر مان قعد يحاول عليه قال له لا ده انا جاي اهو بس بحل مشاكل ومش عارف ايه الكلام اللي انتوا عارفينه ده. فكلمه تاني وقال له انت لازم تيجي مش عارف ايه والكلام ده كله، فاحنا رايحين دلوقتي الشغل ان هو قال مش هقدر اتاخر يعني. بصوا يا جماعه طبعا انا في الايام دي اتعلمت مهارات جديده في سبايدر مان. انت كداب ابو صلاح. خليني اوريها لكم زي دي. وي وي اسكت 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 اسكت، انا بقول لك اسكت. استنى افتح غطا البلاعه كده. اف ايوه ايوه. المهم هنا يا جماعه لا 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 ارجع. ايوه هنخش. اف متحمس. اسف اني اتاخرت. كنت بيتر باركر اهو. اوف ايه ده؟ اوف ايه ده؟ يا جماعه ده جهاز متطور. مدير لجنه المنح قرب يجي. ما تقلقش يا باركر، انا اللي اخترعت الاله دي وهتعامل معاها. اوتو ده الدكتور اوتو. اوف يا نهار. يا خبر، متهيألي لازم نلغيها. لسه شوية. اهو يا جماعة. استنى دكتور هيولع. مالكش دعوة، مالكش دعوة. بس قربنا. لا بس الجهاز جامد، الجهاز ده متطور قوي. حد اتصاب؟ لا بس دي غلطتي. مستويات الطاقة عدت كل توقعاتنا. من وجهة نظر معينة ده تطور إيجابي جدا. ده مش إيجابي خالص. والله العظيم الدكتور ده متفائل. A few moments later. خد أجازة. بس أنا لازم أعرف سبب المشكلة. بقى ما تعملش فيها فيلسوف في الآخر تروح مدمر طربة البتاعة دي. خلينا أيوه. شكلك مش كويس يا صغير. اهو صغير اهو، هو بيتحرك اهو كويس شغال اهو. اللي مش كويس يا عم انت هتستعبط. شوف بقى ايه اوكتيفيوس. ايوه اوكتيفيوس اندستر كونتينيو. بص بقى هو جيب ملعبي بقى. انت هتكلمه دلوقتي العالم لؤي. ازاي بقى دايره الكهرباء اتحرقت في هذه النيله؟ بيقول لك انا لو كنت هنا وشفتها كنت لحقتها. دايره الكهرباء بيقول لك اتحرقت.
من خبرتي بقى في اللعبة دي ان احنا يتهيألي لازم هنوصل الكهربا دي لغاية هنا. طب انا اعمل ايه؟ طب انا عندي فكرة يا جماعة، احنا ممكن ناخد 5 نجيبه كده ونلفه بقى، يعني خليه ايه لفه. ايوه هو هيبدأ بقى يحول الطاقة دي فوق، تمام، وهنبدأ ننزل كده. لا كده، الله عليا يا ابني يا ابني، بص بص بص، وحط دي خلاص واسلب بقى. متهيألي بقى نحتاج نوصل دي لغاية هنا تاني، هو مش كده بس ولا ايه يا جماعة؟ تمام، ودي كده هنبدأ. لقيتها. الله الله عليا يا اخي. طيب انا لازم اغير توجيه معزز التحكم. بيتكلم زي المحققين قوي كده. طيب المفروض هنوصل من دي لدي، دي سهله قوي. انت كذاب ابو صلاح. يعني المفروض نحط دي كده وهننزل، تمام، حط واحده كده وهننزل، وحط واحده كمان هنا وهننزل، تمام، وهتجيب واحده من هنا نجيبها كده، وهنجيب اتوقع، لا مش تنفع دي، اتوقع هنجيب دي كده. اتوقع غلط ده كله يا جماعه. A few moments later. وهجيب لها واحده كمان وهتعمل كده. تعمل كده. طب اعمل ايه طيب يا جماعه؟ انا مش فاهم برضه. سبايدر مان يا جماعه يعني المفروض ان هو بينقذ الناس بس. دي بقى ارتجاله من عندي، ان احنا نوصل هنا لغايه هنا، واتوقع دي من هنا لهنا. A few moments later. يا جماعه بصوا، احنا هنعيد تاني، تمام؟ هنخليها دي كده، تمام؟ احنا خلينا دي كده، فنعمل ايه بقى؟ هنوصل بدي، دي بقى بتجيبها في اي زاوية، تمام؟ وتروح عامل كده، بس احنا كده وصلناها. او ماي جاد، واو، كل ده في ام المهمة اللي تقرف شبههم دي. تظبيط الفولت. انا فهمت، هنا اصفر وهنا اصفر، بس اصفر بقى يعني هنختار واحدة دي، تمام، والاحمر هنختار واحدة دي، والاصفر اتوقع هناخد دي، تمام، ولا العكس باين. A few moments later. هنروح بقى ايه؟ لا هنروح واخدين دي كده، هنروح واخدين دي كده ووعد الروتيشن بتاعها كده، وهناخد دي كده ولفها، اتوقع كده صح. طب ما خلاص يا ابني، ما صح، هو كده بيقول لك فاضل فولت واحد، يعني فاضل واحده، اتوقع دي هنحطها هنا، اتوقع دي هنحطها هنا، يبقى اتوقع كده صح. يعني هو المفروض نحط 2 هنا و2 هنا، وبعد كده سالب واحد في النص، تمام، هو كده خلصنا، كده صلحنا الدائره الكهربائيه، تمام. خلونا بقى نجرب. بسم الله. حلو قوي، اهو شغال اهو. هو كمان على كده. طب والله العظيم زي اللي فات. يلا هات، والله العظيم سبايدر مان ده عاجبني، دماغه عجباني. او صلح البتاع بتاع الراجل اوتو ده. ناوين الدكتور جرب ماده توصيل جديده للاطراف الصناعيه. كمل يا سبايدر. يعني حط دي هنا كده، اتوقع دي كده دي صح، تمام، وخلينا نحط دي كده، تمام، واللي هي فيها 3 شرط دي كده، تمام، صح. مش عارف انا بعمل ايه لغايه دلوقتي، بس ادينا اهو دماغنا شغاله، التحقيق بدا يشتغل، بس مقاومتها عاليه. الاحسن ان انا انصح الدكتور اننا ندور على مواد تانية. انت تمام؟ مش عايز انا كده، انا عايز سبايدر مان اللي هو كده. تعبيط يا اسطى، لازم اخرج من هنا قبل ما ابوظ حاجات اكتر للدكتور. بس انت صلحت يا اسطى، انت مش باين قدراتك ولا ايه؟ ايوه يا اخي، البس لك بدله بدل البايظه اللي انت لابسها دي. في يوري. انا يوري. هو فيسك وصل رايكر؟ مش رايكر، ابننا لازم يتعم. طالما يوري يبقى في مصايب. زي المهمين، هو في رافت. انضم العقرب والكترو والباقي. فيسك لازم يتكرم، دي شركه محترمه. انت ممكن تعدي عليا في القسم، حصلت مشكله وعايزين نستفيد من مهاراتك المميزه. عشانك يا يوري انت تؤمري،
انا في الطريق عشان كاوري. خلاص يا جماعه ننزل كده تحت في الشارع نشوف الناس للمره الثانيه. محرر سابق رجاله يفوز بالجائزه. ايوه خدوني سوره. تعرفوا يا جماعه الاجواء وانا بتشعبط كده وبعمل بين البتاع ده. نفسي اشغل اغنيتي اللي هي هي دي. دلوقتي بعد ما بطلت تدخين هتقولي ايه للناس لما تيجي هنا؟ انا عايزه استريح من تفاهاتهم كده. عدل، ها اتصلتي ليه؟ عايزه ميعاد حفله الشرطه؟ عندك بدله ابيض في اسود؟ مفيش حفله السنه دي. صرفنا كتير على دمج تقنية مراقبة أوسكار. الموضوع يستاهل صح؟ كان يستاهل لحد ساعة فاتت. النظام كله وقع في كل المدينة وفي كل برج. ازاي؟ قالوا لي إن في حد اخترق السيرفر الرئيسي وكل الأبراج مفصولة. عمل داخلي؟ ممكن، هكتشف ده بعدين. عايزين نرجع الأبراج دي ونوصلها تاني بسرعة. عشان كده كلمتيني؟ انت لطيفة. أنا كلمت شخص واثقة فيه، كمان الإشارات مشفرة وما نعرفش بتتصلح إزاي. بحب التحدي. شريطة الإدخال اتنقلت بإتقان. عايزينها يا جماعة على ما أتوقع عايزينها تمشي مع ال مع البتاع. أيوه مع البتاع الأحمر ده. والله أنا ذكي يا أخي يا أخي. بص دماغي دي، بص دماغي دي ذهب. البرج اشتغل دلوقتي، أنت اللي شغلته؟ مش بس لابس قناع ولا إيه؟ ايا كان اللي عملته هل ممكن تعمله في باقي الابراج؟ طبعا، بس عشان تعرفي لازم اظبط البرج عشان اصلحه. انا شايف كل البيانات الجنائيه في المنطقه دلوقتي، شكل في اقتحام حصل قريب. جميل، في وحدات قريبه. ما تقلقيش انا مسيطر. توقع دي يا جماعه الفيديو اللي بيوريك الاعداء، فخلونا نروح بقى اخيرا. يلا ايوه. ما دلوقتي عايزين يسرقوا. متاكد ان الرجاله دي ما نسيتش مفاتيحها. فاكرين ان سبايدر مان نايم على ودانه؟ نايم على ايه؟ ودانه. الكلام ده كلام مش طمام مباشر. انت بتقول ايه؟ مين؟ ادي 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 اديله. الله اديله. اتعلمت ان انا ايه؟ اقتل بدون ما تدمج. اقتل بدون ما تدمج. تعالوا يا جماعه انتوا، كنت عايز اتعلم فيك الحاجه الجديده دي. الله يخرب بيتك. تمام خلصت. خلص عليهم. شكرا. انا شايفه ان في هجوم بيحصل جنبك. انت محظوظه يا نهار. المحقق الجامد ابو شعر ابيض المفضل ليكي هنا في البلد. ايه؟ تعالى بقى. ما يا جماعه مش عايزين يخلصوا ولا ايه؟ انت اكيد الخاينه. ابعد يا مسخ. ايوه هي المختاره. قلت لك ابعد. سيبوها يا اولاد. ابعد عنها. انا المنقذ يا اولاد. ايوه سبايدر مان. انت فاكر مين؟ عبدو مان. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 اضحك. الله 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 الله. يخرب بيوتكم. اتوقع واحد بيدي هيل صح؟ يلا يلا. اتوقع يا جماعه ان انا عايز اعمل حاجه، بس اللي انا اتعلمته انك لو دوست اف كتير. لا لا انا عايز الواد ابو سلاح ده. بص مش هتظبط معايا خالص دي. تعالى بقى، انت هتعمل لي فسك. هتعمل لي فسك. الله يخرب بيتك. ده فسك بس متنكر والله. انا عارف ابن الكلب. ايوه اديله بقى اديله بقى اديله بقى. تعالى بقى يا ابن الكلب. ولا تدميجه. عايز تعمل بيبي ولا هو قلبي بي؟ والله انا سمعتها بيبي. يا عم اضرب انت بس في الهوا كده زي العبيط. ايوه ايوه اتعلمت الحركه الجديده دي يا جماعه، لسه متعلمها حالا، اللي هي ايه بي بي ايه. طب خلينا اكمل كلامه والنبي. تعالى بقى تعالى بقى قوم. بس لزقته في الحيط، عملته ستيكر. ايه ادوس كده 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 كده. ايوه
ايوه اديله بقى في وشه بقى جدع. اجري يا حاج اجري 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 بدل ما اديك واحده في وشك. عرفت ان جيمسون كان غلطان في حقك، انت غريب شويه بس قلبك حنين. هل عندك مكان تروحي؟ باخد بالي من نفسي. انا متاكد انك تقدري، بس احتياطي في مكان اسمه مركز فيس. فهمت، انا مش عايزه صدقه. بيعملوا احسن كيكه في البلد، معروفين. ماما كانت بتعمل لي من دول. A few moments later. خلينا نشوف البرج التاني ده. اوعوا، بقول لكمش الشهرين دول اتعلمت فيهم المرجحة. اللي هلمحها مرجحه من الاخر. انا اقدر اعدل الابراج دي عشان اتابع حاجات اكتر من الجرايم. يا جماعة هو الضغط بتاعها صغير، فصغر كده الضغط. وصغر الضغط بتاع دي. اهو. هو الضغط بتاع كده. انا فهمت يا جماعه الضغط، فهمت البتاع ده. صدقوا اللعبه بتفيد. امتى بقى ناخد البدله الجديده بقى؟ ايه ده؟ هو بيقولوا ايه ده؟ سبايدر مان سبايدر مان الدور بيار سبايدر مان. بتقول ايه؟ سبايدر مان سبايدر مان الدور جديد من سبايدر اف. ايه ده؟ واو، شنطه مدرسه قديمه من ايام ثانوي. نسيت ان حطيت فيها نقط كتاب. حتى ثانوي هنا مش كفايه الفيزياء. المدينه اوف. قول لي ده انت. انا طورت يا جماعه حاجات. اتوقع انا بقيت جامد كده. اف ده المنيو من اول ميعاد حقيقي ليا مع ام جي. كان نفسي اقدر اخدها لمطعم راقي اكتر من كده، لكن بيتزا هي ما كانتش بتمانع. والله ما كانت بتمانع. سامعني، في سرقه حاصله في مبنى. يوه، انا ما اعرفش اخد راحتي في امي. اللعبه دي سرقه. والولايه دي شغالاني مربطون عندها، عزني مشغلاني عندها. ضابط العنكبوت هيتصرف، نص راجل نص عنكبوت كله ظابط. ايوه محل مقورات. افتح الخزنه، افتح يا شباب. ده سبايدر مان. اقتله. فاكر ان سبايدر مان بيموت يعني. ده فاكر ان سبايدر مان بيموت. تعال 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 تعال. مين انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا؟ مين اكتر؟ شباب لو اشتغلتوا بالجديه دي في وظيفه حقيقيه تعال. مش هتبقوا مجرمين. والله والله يا ابني والله العظيم دول بيشتغلوا يا ابني. ايه ده انا فاكر بضرب واحد مدني عادي. الله، بصوا عملت شويه مهام يا اخي يعني. سبحان الله. تمام يا يوري، هصلح اخر برج في الحي الصيني دلوقتي. ايه ده، وانت في الحي الصيني؟ شكرا بجد، عايز اشرب. هنحتفل كلنا الليله يا يوري على شرف الشرطي العنكبوت الدؤوب. يوري يوري انت هنا؟ يوري انت سامعاني؟ قفلت في وشك يا ابن العبيط. تمام، انا بقيت خلاص بقيت ماهر في الحاجات دي سهله. بص هعملها بلمحه بصر. انا اعلي دي كده، لا وصغر وعلي دي كده. اتوقع خليها دي كده. ايوه تمام، انا بقيت ماهر، عرفت خلاص. انا بس ايه اللي مضايقني دلوقتي؟ ان محدش عمل لي بدله جديده بدل اللي مشرحني فيها فيسكي دي. حاجه زفت. لا والله مش هخلي الناس تصورني وانا بشعر صدري كده. يا نهار اسود، انا مش هينفع اخلي الناس تصورني بشعر صدري. وانت عندك اصلا مالكش دعوه، مالكش دعوه. ادوات تصليح البدله في المعمل. ايوه دكتور اوكتيفيوس راجع تاني. الله، واحنا المفروض رايحين فين بقى كده؟ يا جماعه انا هيروح يصلح البدله وهيعمل بدله جديده اتوقع. انا مش عارف دكتور اوكتيفيوس ده عارف ان ده سبايدر. تفاؤل الراجل ده شكله مش راجع المعمل النهارده. اشتغل بقى انا على بدلتي في السيرفر. خش بقى بدلتك الجديده. شكل الفيديو ده هيبقى يا جماعه طويل، فاهم؟ ف شويه فشار كده. استمتع بالفيديو. اف عليكوا على ريحتك. شكل الدكتور مشي. ده وقت شغل العنكبوت. فدي بقى اللي هي الاهم، دي اهم حاجه.
هيخيطها ولا هيصلحها؟ يعني زعلان على البدله يعني. باركر. دكتور اوكتافيوس، انا ايه اللي معاك ده؟ اكل صيني؟ لا اعرف انك هنا شغال على ايه؟ مجرد مشروع جانبي. بيدور عليا. طبعا ده انت. انا مش فاهم انت بتتكلم. اوه بقولك ايه يا باركر، دي واضحة. طيب خليني اشرح. كان نفسي تقولي قبل كده. كنت عايز اقولك بس خوفت على عيلتي تكون في خطر لو الحكاية اتعرفت. ايوه اعتقد لو انت اللي صممت اجهزته هتبقى مستهدف زيه. ايوه تمام. عرف يا جماعة، دي الحلقة دي حلقة نور. ما تقلقش سرك في بير. والله العظيم الدكتور ده جامد. ماشي هسيبك ليها. خد ياض انت، ياض انت مش هتعملها لي؟ انا فاكرك هتقول لي اعملها انت ليك. راجل نيتن. ايه؟ تشيك يور، شوف ايميلك. تشيك يور ايميل. اوتو اوتو هو اللي بعت يقول لي تشيك يور ايميل. اتمنى ما يكونش الدكتور طردني. اتمنى الدكتور ما يكونش طردني. بيتر، تصميم بدلة سبايدر مان كعمل اضافي هو ده مصطلح صحيح؟ بيفكرني بمميزاتك كرجل وشريك ليا، فمهما اخد منك شغلك من وقت وجهد بتلاقي وقت لمساعدة الناس دايما. لو ما تتضايقش انا لاحظت ان البدله متبهدله شويه وقررت اصلحها واضيف عليها شويه تعديلات. اضفت لها شويه حاجات بافكار لتطوير بدله سبايدر مان علشان تحميه بشكل افضل. متحمس جدا للي هنعمله مع بعض لتغيير العالم. شريكك وصديقك اوتو. اوعى اوعى. اوعى. ايه ده؟ اكيد ده هينفع. الله تاجي بقى. يعني هم جددوا، هم عامل لي بدله بمزاجه هو. اوف اوف يا سبايدي. اوف دي اللي هي يا جماعه ده التريلر التريلر يا جماعه اللي هو بيسمى الله. هو التريلر. اوف نو. انا جاي. شكلك حلو سبايدي. اهلا نيويورك. عمي امي ورجعت زي الاول. بص انا مش عايز البدله دي تمام. لا انا عجباني قوي الايدي دي، فهلبس السودا. السودا عجباني قوي. اوف ايوه يا سبايدي اوعى. طب انا يا جماعه بعد ما الفيديو المشوق ده والله شوقني ان اعمل سبايدر مان تاني، فلو تلاقيتوني نزلت فيديو جاي سبايدر مان تاني فما تزهقوش. انا عايز اخلص اللعبه وباين عليها ان هي متعه وكده، ف بس عشان ما اطولش عليكم في الاخر كده بقى مش هقول بس كان معاكم الكلام ده كله، لا انا هسيبكم مع فيديو سينمائي كده واحاول اتعب عليه المره دي بقى مش زي الرخيص اللي فات، واعمله كده بحاجه كويسه وفلتر كده وبتاع. Let's go. Cause I'm a live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision. I go by at night. I be in my feelings. I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision. I go by at night. I be in my feelings. I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning.